السلام عليكم. صباح الخير، صباح الجمال والسعادة، صباح الحب والسلام. النهاردة 15/11، حابب ان احنا نتكلم عن افتتاح مقبرة توت عنخ امون سنة 1939. وهنا حابب اني أأكد ان احنا بنتكلم عن افتتاح المقبرة للعامة وليس اكتشاف مقبرة توت عنخ امون. اكتشاف المقبرة كان حصل قبل كده بسنين طويلة. شهرة توت عنخ امون واكتشاف مقبرته بترجع، شهرة توت عنخ امون واكتشاف مقبرته بيرجع لعدة عوامل، اهمها هو الثابت عمليا وعلميا ان اكتشاف المقبرة تم بكامل ما يوجد بداخل المقبرة. يعني معظم المقابر اللي اكتشفناها قبل كده او اللي تم اكتشافها عبر التاريخ كان بيكتشفها الاثريين بعد ما بيكون تم نهبها وسرقتها في وقت سابق. لكن مقبرة توت عنخ امون على حد علمنا وعلى حسب التقارير والمعلومات والكتب بتقول لنا ان المقبرة كانت كاملة، ما حدش فتحها قبل كده خالص. ليه ما حدش فتح المقبرة قبل كده؟ يمكن ده يرجع لعدة عوامل، منها عوامل طبيعية اللي هي أساسية، يعني إن المقبرة كانت بعمق 26 متر تحت الأرض. أظن إن معظم المقابر كان فيها نفس الموضوع، ومتغطية طبعا حجارة متكسرة وما والحاجات اللي ممكن يغطوا بيها يعني المقبرة. وبعدين فيه كم كبير جدا من الحجارة كمان فوق الحجارة اللي هم كانوا حاطينها الفراعنة انهار على المقبرة. حكاية الحجارة اللي اتضافت على الحجارة دي بيحاول العلماء ان هم يفسروها، بيقولوا ان ممكن يكون بسبب زلازل، يكون بسبب عوامل طبيعية، يعني هي اللي أدت ليه ان الحجارة دي اتضافت فوق الحجارة اللي حطها الفراعنة علشان يسدوا المقبرة. ولكن الموضوع ده يبقى انه نظرية مؤكدة ولا ليها ما يثبتها، يعني لان مثلا علشان يحصل ان حجارة تنهار لابد ان يكون في حجارة عالية جنبها، الحجارة العالية دي تقع على الحجارة دي، ما ده مش حاصل. ولكن في عدد من الزلازل على حسب المعلومات والكتب حصلت في المنطقة ممكن انها تؤدي الى حدوث انهيارات. مقبرة توت عنخ امون لما تم اكتشافها كانت كاملة، فيها قد ايه اثار؟ فيها 5000 قطعة اثرية، منهم 400 مجسم المفروض ان هم بيمثلوا الملك توت عنخ امون اللي هم هيبقوا بعد كده المفروض ان هتدب فيهم الروح لما يوصل هو للعالم في الاخرة يعني، وهيبقوا دول بيساعدوه. ويعني بنذكر كمان ان في حوالي 130 عصاية زي العكاكيز كده وعصيان المفروض ان الملك كان بيستخدمها. من المعلومات الظريفة عن هذا الموضوع ان كارتر اللي هو اكتشف المقبرة دخل المقبرة دون تصريح او يعني بما يخالف القوانين اللي المفروض انها حصلة، فاوقفوا التصريح بتاعه سنة 24 بعد ما كان تم اكتشاف المقبرة واتعمل لها بعض الدعاية. لكن هو راح للسفارة البريطانية وقال لهم ان انا عاوز يعني يفتحوا لي التصريح تاني علشان اكمل الموضوع، وعلى الرغم ان ده كان مخالف للقوانين المصرية، لكن من المعروف طبعا ان في الوقت ده كان النفوذ البريطاني شديد جدا جوه مصر، ومصر كانت تحت الانتداب البريطاني والمفروض انها كانت هتفضل تحت الانتداب البريطاني لحد سنة 52 زي ما فاكرين كده كنا اتكلمنا قبل كده عن معاهدة 36. بناء على الأحداث اللي حصلة دي الراجل اللي اكتشف المقبرة ده واللي المفروض ان هو كان بيحظى بشهرة عالمية وبثقة كرجل آثار يعني بعد ما عمل عدة مخالفات اتمنع التصريح بتاعه رجع تاني حصل على التصريح في الموضوع ده. في اكتر من مقولة كده منها ناس يعني بتقول ان هو حتى هدد القنصل البريطاني انه لو ما شافلوش حل في الموضوع هو عنده برديات اكتشفها داخل المقبرة والمفروض ان البرديات دي اختفت تماما، وقال ان هو بيهدد انه لو يعني صرح بالبرديات المعلومات اللي في قلب البرديات دي
حاجات ممكن تعمل بلبلة شديدة جدا. ومما يشاع يعني الناس اللغويين فكرة المؤامرة بيقولوا إن هو أخفى البرديات دي علشان فيها معلومات عن خروج اليهود من مصر. ومن هنا البعض بيحب إنه يشير لفكرة إن توت عنخ آمون هو كان فرعون الخروج وليس رمسيس. شهرة توت عنخ آمون في التاريخ كله جاية من إن مقبرته فقط، زي ما يشاع يعني إنها فقط اكتشفت كاملة. طب هو عمل أي حاجة يعني تذكر في التاريخ؟ يكاد يكون لا. حسب معلوماتنا كده إن هو كان صبي صغير، في بعض الكتب بيقولوا كان 9 سنين، 9 سنين ونص، 11 سنة، 3 تواريخ كده عن سنه، يعني إن هو كان سنه 9 سنين أو 9 ونص أو 11 سنة، وتولى الحكم بعد إخناتون. إخناتون ده اللي هو زي ما احنا عارفين إن هو فرعون التوحيد اللي وحد الآلهة كلها في إله واحد، واللي بعض الناس كمان بيحبوا إن هم يقولوا عنه إن هو موسى عليه السلام. وفي بعض المصادر واحد تاني أذكر إن في كتاب تاني يعني كان بيربط ما بين إخناتون وسيدنا إبراهيم عليه السلام. ليه؟ لأن الاتنين يعني هم فكرة التوحيد وكذا، وهو ده اللي حصل في مصر. الله أعلم هو بالضبط هو كان مين فيهم، ولا هو كان شخص تاني، الله أعلم. ولكن دي المعلومات اللي موجودة في الكتب، وكلها مجرد نظريات لا يمكن إن إحنا نقدر نعتبرها ترتقي إلى مستوى الحقيقة العلمية، وإنما هي نظريات ومعلومات، وأنا بشارككم إذا كان حد من اللي بيسمعنا غايب عنه المعلومة دي. طيب بعد كده اكتشاف المقبرة ليه حظى بالدعاية الشديدة دي؟ هنا النقطة دي مهمة جدا، وهي في موضوع الدعاية بالفعل. يعني إن كارتر ده لما كان عايز تمويل علشان يستمر في عملية الحفريات كان محتاج فلوس. ليه؟ لأنه الموضوع واخد منه يعني هو أثناء الحفريات دي أخد منه حوالي 10 سنين، 10 سنين وهو بيعمل حفريات علشان يلاقي مقبرة توت عنخ آمون. في سبيله لده وعلشان يحصل على تمويل أعطى زي حق الانتفاع لجريدة هتيجي تصور كل الخطوات اللي هو بيعملها. وبالفعل لما وصل للاكتشاف، وبالمناسبة هو كان برضه في شهر نوفمبر يعني لما اكتشف المقبرة في 4 نوفمبر، لما اكتشف المقبرة الجريدة بعتت المصور، والمصور ده كان راجل يعني شاطر قوي في شغلته وبيستفيد بشغل السينما وبشغل المسرح والإضاءة، وعمل تصوير جميل جدا. ليه؟ علشان هم أنفقوا فلوس على الموضوع ده وعاوزين يلموها تاني، فخلوا توت عنخ آمون اشتهر بشكل كبير جدا ما بين الشباب والسينما والأغاني، لدرجة ان اتكتبت في نفس السنة اللي اكتشفوا فيها المقبرة اللي هي سنة 22، في 23 اتكتبت عنه اغنية الفرعون العجوز. وبالمناسبة لان هم لما اكتشفوا المقبرة سنة 22، سنة 23 ما لقيوش الفرعون في نفس السنة، وانما ظلوا يبحثوا جوه ال3 حجرات، يفتحوا توابيت ما يلاقوش حد، ولكن هم عارفين ان هي مقبرة هذا الفرعون، ولكن لسه ما لقيهوش. في سنة 25 يعني بعد ما لقيوا المقبرة ب3 سنين، وبعد ما كان توت عنخ آمون اصبح موضة في كل العالم، صوره بتتلزق على التيشيرتات، قصة الشعر بتاعت إيزيس اللي موجودة في بعض الآثار اللي موجودة جوه المقبرة بتاعته، بدأت البنات تقص شعرها بالظبط زي إيزيس، أصبح أيقونة في العالم كله. والهدف كان حاجتين، أول حاجة طبعا لأن الحاجة فعلا لها قيمة أثرية جميلة جدا ما حدش يقدر ينكرها، ولكن هم في نفس الوقت كانوا بيعملوا الدعاية دي علشان يعرفوا يلموا الفلوس اللي صرفوها، وبدأوا يستخدموا مثلا اسم إيزيس على بعض كات المكياج، على الليبستيك اللي البنات بيحطوه تلاقي إيزيس في كل العالم، الناس تطبعوا على هدومهم. وكان الهدف الأساسي زي ما بنقول الدعاية الكبيرة قوي دي، لأن عندي حاجة جميلة بس في نفس الوقت أنا كمان عاوز أكسب بقى، فبعمل لها دعاية أكبر وأديها حجمها. الاحترام الشديد اللي حظى بيه الملك توت عنخ آمون يكاد يكون زي الملوك اللي عايشين. أذكر إن في بعض البلدان لما كان توت عنخ آمون بيصل بيفردوا له البساط الأحمر زيه زي الملوك والرؤساء اللي بيوصلوا وهم أحياء، كنوع من الاحترام والتقدير لهذا
الملك. ولكن نرجع نقول تاني ان من الثابت ان هذا الملك ما عملش حاجه كبيره قوي، بل على العكس، يعني هو كان طفل صغير، ولكن فيما يعرف ان الشباب مثلا سن 14 سنه في مصر القديمه ايام الفراعنه، سن 14 سنه ده رجل بالغ، ويعني يقوم بكل مهام الدنيا كلها يعني. ولكن الشائع ان توت عنخ امون ما عملش حاجه، يعني في عصره ما كانش يعني مثلا ما شيدش هرم، ما عملش معبد كبير، يقال ان هو لم يقد حرب مثلا ضد اعداء وطردهم زي بعض الفراعنه اللي مشهور عنهم انهم انتصروا في الحروب او بنوا اهرامات او بنوا معابد كبيره. لكن في نظريه تانية بتنفي موضوع الحرب ده. توت عنخ امون لما تولى الحكم كان والده اخناتون عامل ديانه التوحيد، ولكن فيما يبدو يعني ان هو لانه كان صغير فكان معتمد على اثنين من المستشارين، والاثنين كانوا كهنه، ويقال ان بسبب موضوع الكهنه اللي حواليه دول رجع تاني موضوع تعدد الالهه، فيعني اللي يذكر ليه ان هو اعاد تاني تعدد الالهه بعد ما كان اتعمل ديانه التوحيد من والده. وفيما يبدو ان هو كان بيحاول انه يتخلص من موضوع انتسابه لاخناتون، لان ما بنلاقيش في اي حاجه من الحاجات اللي هو عملها ان هو بيقول ان هو ابن مين، فظلوا ان هم يبحثوا ان توت عنخ امون ابن مين. ده يمكن ما لم يثبت الى ان تمكنوا من ان هم يعملوا تحليلات الدي ان ايه بعد سنه 2000، ويتمكنوا بعد ما يعملوا خريطه الدي ان ايه لكل الفراعنه اللي حواليه والمومياوات اللي لقيوها، وقدروا ان هم يثبتوا ان توت عنخ امون هو ابن اخناتون من زوجته الثانيه فيما اذكر. يعني على الرغم من ان مقبره توت عنخ امون تحوز هذه الشهره، وعلى الرغم من الحاجات الجميلة اللي وجدت فيها، وزي ما قلنا ان هم 5000 قطعة، ولكن يبدو ان حتى هذه المقبرة بهذا الجمال وهذه الروعة لم تنل القدر الكافي من الاهتمام. فيبدو ان مقبرة توت عنخ امون هي اصغر بكتير جدا من مقبرة الوزير اللي بعد كده بيتهم في التاريخ ان هو قتل توت عنخ امون وأخذ الحكم من بعده. كان كاهن اسمه آي فيما أذكر، أو إي يعني حسب بقى النطق الفرعوني. وليه موضوع الاتهام ده بيحصل؟ لأن زوجة توت عنخ آمون لما توفى أصبح مفيش ملك، لأن هو ما كانش عنده أولاد، فبعتت إلى ملك الحيثيين علشان يبعت لها واحد من ولاده يتزوجها. وبالصدفة كده الولد اللي جاي ابن ملك الحيثيين ده مات على الحدود قبل ما يدخل مصر، ويقال انه قتل. وكالمعتاد الناس اللي حابة موضوع المؤامرة بيقولوا ان الكاهن ده هو اللي خلص على ابن ملك الحيثيين كمان، علشان هو عنده اطماع في الحكم. وبالفعل هذا الكاهن تزوج من زوجة توت عنخ امون، وده اللي بيلبسه التهمة يعني زيادة، وأخذ الحكم بالفعل. وبعدين بنلاقي كمان إن مقبرة هذا الكاهن يبدو عليها اهتمام شديد أكبر وأوسع وأكبر، بحيث إنها تبدو كده كما لو كانت معدة للفرعون السابق له. والله أعلم، زي ما بنقول دي نظريات ليس أكثر. زي ما بنقول إن مقبرة توت عنخ آمون اتعملت في عجالة، يبدو إن الفرعون بما إنه كان صغير في السن، لأن هو مات وعنده 19 سنة، كانش مجهز المقبرة على تمامها. يعني مثلا ممكن نقول إن هو بدأ في إعداد المقبرة، ولكن هو حاطط في دماغه إنه هيعيش لسه قدامه مثلا كمان 30 40 50 سنة، فهتتنفذ المقبرة على خطوات. ولكن بنفاجأ إن الملك مات وهو شاب وكان لابد إنه يدفن، فاتحط في المقبرة على عجالة. ومن ضمن الحاجات اللي يعني تبدو غريبة وممكن تفاجأنا وممكن تفاجأ بعض الناس، ان حتى 5000 قطعة اللي وجدوها مع توت عنخ امون يقال ان حوالي 1000 قطعة منها، بيثبت العلم انها ما كانتش من الحاجات بتاعة توت عنخ امون، ولكن هم جابوها ربما كانت مستخدمة في مقابر تانية، او ربما كان في ناس في الوقت يعني بيبيعوا الحاجات اللي المفروض انها تتحط في المقابر او شيء من هذا القبيل. ولكن في
لحد دلوقتي اللي درسوه لحد دلوقتي من ال 5000 قطعه لقيوا في حوالي 1000 قطعه لا تمت لتوت عنخ امون ولكنها وضعت معاه. من الحاجات كمان يعني اللي تلفت نظرنا وتبدو انها معلومه جديره بان احنا ناخد بالنا منها، يعني ان حتى التابوت اللي كان توت عنخ امون جواه هو يبدو ان ما كانش معد ليه. طبعا هو كانوا 3 توابيت جوه بعض، يعني تابوت وبعدين تابوت اصغر جوه منه وبعدين تابوت اصغر جوه منه كمان. يقال ان التابوت الاوسط كان مزين بنوع من الزجاج وبعض الحاجات اللي محفوره عليه اللي مكتوب فيها اسم الملك توت عنخ امون تبدو انها عميقه اكتر من اللازم، بما يوحي ان تم ازاله الاسم الاساسي اللي كان محطوط على التابوت وبعدين اتحط اسم توت عنخ امون، علشان كده يبان انها الحفر كأن شلنا حاجه وبعدين حفرنا حاجه تانيه. برضو يكاد يكون دي نظريات، ولكن العلماء اللي هم بتوع الاثار بيقولوا ان الموضوع ده شبه اكيد، يعني ان هذا التابوت الثاني التابوت الاوسط ما كانش لتوت عنخ امون. وده برضو اللي بيدينا صوره ان هو ايه اللي كان حاصل، كان في استعجال شديد، كان في حاجه مش مظبوطه، فما البال لو كنا وصلنا الى مقبره من المقابر اللي اتعملت يعني بهدوء كنا هنلاقي ايه؟ طبعا كل اسف ان معظم المقابر اللي اتعملت بهدوء واخذت وقتها في تجهيز اتنهبت قبل ما نوصل لها. من الحاجات كمان اللي تلفت نظرنا في موضوع مقبرة توت عنخ آمون هو انهم لقيوا تابوتين لأطفال. بعد كده اكتشفنا ان هما كانوا طفلتين بنات، ما كانش حد عارف في وقت ساعة ما فتحوا المقبرة وساعة ما اكتشفوها ما كانوش عارفين هل البنتين دول كانوا هما بناته مثلا ولا هما كانوا محطوطين زي الحاجات اللي هما يعني لما تدب فيهم الروح وبعد كده يبقوا يخدموه بعد في الحياة الآخرة يعني. ولكن بعد كده بيقال بتحليل الدي ان ايه ثبت ان البنتين دول كانوا سقط، يعني حتى هما ماتوا قبل الولادة وهما كانوا ولاد توت عنخ امون من زوجته. فاكيد يعني الملك كان حزين بسبب الموضوع ده، وعلشان كده ما لقيناش لتوت عنخ امون سلالة بعد كده، لأن مراته حبت مرتين مثلا وبعدين ما خلفتش، وهو بعد كده مات وهو صغير في السن فما كانش فيه فرصة إن هو يخلف تاني. من الحاجات الغريبة برضو اللي ملفتة للنظر إن إحنا بنلاقي إن توت عنخ آمون وأبوه اللي هو إخناتون وجده اللي خلف أبوه في قائمة في البردية اللي مكتوب فيها قائمة الملوك مش موجودين. ما نعرفش برضو هم ليه اتمسحوا ليه اتشالوا، ولكن زي ما بنقول ان الموضوع يحيط به كده نوع من السسبنس والغرابه شويه اللي توحي بان في حاجات كانت حول هذا الرجل. الشائع ان هو يعني ما عملش حاجه وان هو، ولكن في حاجات كده تدينا بعض الافكار. يعني انا لفت نظري مثلا ان هم بيقولوا ان التابوت اللي هو كان مدفون فيه التابوت الاخير كان من الذهب الخالص، وزنه 90 كيلو جرام ذهب. قريت في مرة من المرات ان لو في 20 شخص بيشتغلوا في منجم ذهب في مصر في الوقت ده في وقت توت عنخ امون هيطلعوا حاجة زي معلقة كده من الخام، يعني حوالي مثلا بالكتير ما بين 5 ل 10 جرام. 20 نفر يشتغلوا لمدة اسبوع يطلعوا متوسط 5 جرام مثلا، فلو قلنا في الشهر هيطلعوا 20 جرام يبقى في السنة كلها هيطلعوا حوالي 200 مثلا 220 جرام. لو قلنا حتى 300 جرام في السنة يبقى المنجم الواحد ب20 شخص شغال هيطلع 300 جرام. طب علشان هو في فترة حكمه اللي هي كانت حوالي 9 سنين يبقى علشان يطلع ال 90 كيلو دول يبقى أكيد كان في مناجم كتيرة شغالة علشان تعمل هذا الموضوع، وعلشان المناجم دي تتعمل يبقى أكيد طبعا دي كانت في الصحراء، فعلشان كده يبقى لابد إن يكون في طرق، وعلشان الطرق دي تشتغل والمناجم دي تشتغل لابد إن يكون في مثلا آبار مياه وتخديم على هذه المناجم. فأكيد إن في عصر هذا الرجل البلد على الرغم إنها كان فيها بعض الاضطرابات اللي تركها إخناتون بسبب ديانة التوحيد واللي تسبب فيها إن يتولى بعد منه شاب صغير يبقى مسيطر عليه الكهنة ومحوطينه بنفوذهم، لكن يبدو من الشواهد كده لو حبينا إن إحنا نستدل يعني فإزاي العملية دي اللي أنتجت كل هذا الجمال
اللي انتجت تابوت وزنه 90 كيلو جرام من الذهب بالتكنولوجيا اللي كانت موجوده في الوقت ده. معنى كده ان كان في حاجات بتتعمل في البلد، وان الراجل يعني كان شغال برضه، يعني مش بهذا الضعف. بسبب الحاجات اللي لقيوها في جثمان توت عنخ امون، وبسبب فكر المؤامره اللي انا في الغالب يعني ارى انه مالوش دليل مؤكد غير التخيل السينمائي الهوليودي للامريكان، ان هذا الكاهن قتل هذا الرجل، وبالتالي قالوا ان هو خبطه على دماغه، وان بعد كده وهم بيشرحوا الجثه يعني او بيعملوا عليها يعني عمليات اللي هي الاشعه والدراسات اللي عملوها، لقيوا كسر في عظم الفخذ، وكل ده نمى عندهم فكره المؤامره ان هو اتقتل ولانه مات صغير في السن. ولكن في ناس تانية بنظرية تانية بيقولوا لا، ده هو كان في الحرب وتلقى صدمة أو وقع من العجلة الحربية بتاعته، وده اللي أدى لصدمة في دماغه وكسر في الفخذ ونتيجة لنزيف في المخ أدى إلى وفاته بعد كده بعد حدوث يعني اكيد حاولوا ان هم يسعفوه، ربما يعني في مقوله بيقولوا انه بسبب نزيف في المخ هو اللي ادى الى الوفاه، وفي مرجع تاني اذكر انه كانوا بيقولوا ان بسبب التسمم في الجرح اللي حصل في كسر في الفخذ. من الحاجات الملفته للنظر واللي برضو تشير الى ان دفن توت عنخ امون تم في عجاله كده، حصل في عمليه كلفته، يعني ما كانوش بيعملوها بهدوء وهم يعني فاضيين. ليه بالظبط؟ يمكن كان في حرب، يمكن كان في ثورة، ما يعني في شيء كان مش واضح. ان من المعتاد ان لما بيجوا يحنطوا الجثة بيعملوا فتحة وبياخدوا منها كل الاحشاء، ولكن وهم بياخدوا الاحشاء بيكونوا حريصين على ان هم يتركوا القلب. قلب الانسان في الديانة في الفكر الفرعوني هو الفكر والاحساس، فلو الإنسان فقد قلبه فلا هيعرف يفكر ولا يحس لما يوصل للعالم الآخر، ده فكرهم. وده اللي بيفاجئنا، إن توت عنخ أمون ما بنلاقيش القلب. طب إيه اللي حصل بالظبط؟ هل اتعملت عمدا؟ هل الكاهن آي ده اللي كان عاوز يشيل توت عنخ أمون من الحكم كان بيكرهه لدرجة إنه عاوز يشيل قلبه علشان لما يوصل العالم الآخر يبقى عليه زي لعنة ما يعرفش يعني يفكر ولا يحس ولا كده؟ طب لو هو بيعمل كده، طب اداله ليه كل هذا الكم الكبير 5000 قطعة؟ لأن أكيد عملية الدفن تمت تحت لما كان الحكم وكل النفوذ في إيد الكاهنين اللي موجودين دول، ونلاقي إن هو دفن مع 5000 قطعة، يعني في نوع من التقدير للشخص ده. طب لو شلنا فكرة المؤامرة وفكرة الكره، فهنقول ان ممكن ان اللي يكون نفذ عملية التحنيط كان شخص ما عندوش خبرة، او مثلا مش فاهم قوي هو بيعمل ايه، وده وارد لو كان الموضوع حصل في معركة او شيء من هذا القبيل، فاتشال القلب ممكن يكون عن طريق الخطأ. كل اللي احنا بنقوله هي نظريات، البعض منها حاجات توصلوا اليها عن طريق تحليل الدي ان ايه، عن طريق الاشعه، عن طريق ان هم راحوا يشوفوا بلق مكان تاني، وبيقولوا ان توت عنخ امون راح يحارب الناس ويحاول انه يفرض نفوذه ويوري اللي حواليه ان هو عنده من القوه انه يقدر يسيطر على البلد، ولكنه مات في الحرب. من ضمن التحاليل والدراسات اللي اتعملت على جثمان توت عنخ امون يقال انه كان كمان يعني عنده زي امراض وراثيه، منها ان عظم صباع في رجله كان ناقص، وان رجله يعني كان فيها نوع من العيب الخلقي، وده اللي بيخليهم يقولوا كمان ان هو كان بيستخدم زي عكاز دائما في اثناء حركته، وده اللي بيخليهم يقولوا كمان انه هو بما انه كان يعني حركته مش سهله وبعدين راح الحرب وفي العجله الحربيه، ربما يكون ذا تسبب في انه وقع او حصل صدام ما بين عربيتين وهو وقع وكانت الحادثه هي سبب الوفاه. من الحاجات اللي المفروض ان احنا ناخد بالنا منها يعني، واللي تسببت ايضا في شهره توت عنخ امون ومقبرته وقطعه الاثريه، هو انتشار موضوع لعنه الفراعنه. من المعروف ان كان مكتوب على باب القبر بتاعه جملة مخيفة ومرعبة بتقول: سيضرب الموت بجناحيه السامين كل من يقلب نوم الفرعون. المقولة يمكن ما خوفتش الرايحين يفتحوا المقبرة كالمعتاد،
ولكن الأمر اللي لفت النظر بعد كده إن معظم من شاركوا في موضوع فتح مقبرة، خاصة في البداية الموضوع لفت النظر، كل من شاركوا في فتح مقبرة توت عنخ آمون حصل لهم وفاة بشكل مفاجئ وبحادثة كده، زي واحد مش عارف تقرصه ناموسة فيجيله حمى ويموت فجأة، واحد مش عارف وهم رايحين يدفنوه فيقوم الحصان دايس على عيل مموته، مش عارف مين يجراله ايه، حاجات كده، حالات من الوفاة كلها أدت لانتشار موضوع لعنة الفراعنة، وبالتالي استخدمته الميديا والجرايد والسينما والقصص في كمادة خام لأنهم ينتجوا هذه الفكرة ويكبروها ويعمقوها، فده كمان كان من ضمن الأسباب اللي أدت لشهرة توت عنخ آمون الكبير. بنلاقي كتير من محاولات تفسير موضوع لعنة الفراعنة، فالثابت يعني ان هم يقولوا ان نتيجة ان القبر كان مقفول لفترة طويلة فهيكون في نوع انواع من البكتيريا وان الهواء ملوث، فلما هتفتح القبر هيخرج الهواء فيه الهواء الملوث دون يؤدي لان البني ادم ممكن يصاب بشيء ويتوفى بسبب هذا الموضوع. ولكن زي ما بنقول اللي عمق الموضوع قوي هو وفاة العديد من الناس، وبعد كده الموضوع بدأ يتعمم بقى على اي حد هيقلق جثة فرعونية، وخاصة اذا كانت لملك او لحد كبير يعني من الفراعنة اللعنة هتلحقه. كمان زي ما هو معروف يعني ان بعض الناس اللي كانوا اللي هم زي لصوص اللي بيحاولوا يسرقوا الحاجات بتاعت الفراعنة، عادة حد منهم كان بيختفي لأنه بيقع في بير ولا حاجة فيقولوا باختفى الجن خده، حد بيتسبب له أي شيء من الرعب أو شيء من هذا القبيل. فعمق هذه الفكرة موضوع لعنة الفراعنة عند الناس. من ضمن الحاجات كمان اللي بتقال مثلا عن موضوع لعنة الفراعنة، فاكرين إحنا السفينة الكبيرة اللي هي تايتانيك اللي اتعمل لها فيلم في هوليود وكان مشهور جدا في قصة حب بين شاب وفتاة، وبعدين الحدوتة كلها ما فيهاش أي حاجة عن الفراعنة، لكن يقال إن المركب الحقيقية اللي هي تايتانيك دي كان عليها مومياء لحد من الفراعنة، ويقال إن لعنة الفراعنة هي اللي تسببت في إن السفينة يعني حصل لها اللي حصل ده. يبقى إن موضوع تفسير لعنة الفراعنة يعني مش ممكن يكون له أي سند علمي. معظم الناس ماتوا، هم ماتوا بأمراض معينة. بعض الناس اللي بتشجع موضوع المؤامرة بيقولوا إن الناس اللي ماتوا دول هو بسبب مش عارف بردية اختفت، وإن البردية دي كانوا بتتكلم عن اليهود في مصر، وإن مش عارف اليهود حاولوا إن هم يقتلوا هؤلاء العلماء اللي عندهم البردية دي علشان ما يتكلموش عن الموضوع. كالمعتاد هي نظريات وأقوال لا ترتقي إلى مستوى الحقيقة، ولكنها معلومات بنشاركها مع بعض على سبيل المعرفة. توت عنخ آمون هو فرعون كبير عمل دوره في الحياة، اشتغل من أجل بلده، وفي النهاية هيظل يحيط الكثير من الغموض زي كل الفراعنة وتاريخهم. جميل قوي انك تشوف القطع الجميلة اللي وصلت لنا من مقبرته، وان احنا نعرف معلومات اكتر واكتر عنه مع الزمن كل ما بيحللوا القطع اللي لقيوها في المقبرة. اظن اني كده غطيت معظم المعلومات اللي عاوز اقولها عن توت عنخ آمون في عجالة. أتمنى أن الفيديو ما يكونش طويل عليكم. لو أي حد عنده أي أسئلة في الموضوع ممكن يكتبها لي في التعليقات ونحاول أن إحنا نناقشها. أشوفكم يا رب دايما في فيديوهات تانية جديدة على خير. سلام عليكم.